الجهاد أيها الكرام الفضلاء الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، ولا يكون فرض عين كما قال الحجاوي إلا في ثلاثة مواطن. الموطن الأول إذا حضر الصف فليس له أن يتقهقر إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. والأمر الثاني إذا استنفر الإمام، وهذا فيه دلالة على أن الجهاد لا بد فيه من إذن الإمام ومن إذن الوالدين، إنما يكون على فرض ماذا؟ على فرض الكفاية، ردا على أهل البدع الذين ينكرون مثل هذه الأمور من الخوارج وغيرهم عافانا الله وإياكم. فهذا ومن حضر الوقعة أو من حضر الصفة، وإذا استنفر الإمام، وإذا دهم العدو أرض قوم، جاء العدو دخل عليك في مدينتك، هنا ما تحتاج أن تستأذن، هنا من مات دون عرض فهو شهيد. هذه ثلاث مواطن يكون الجهاد فيها فرض عين كما قال أهل العلم، وذكر الحجاوي في الزاد في كتاب الجهاد. ما دون ذلك يكون فرضا على الكفاية، لابد فيه من إذن ولي الأمر ومن إذن الوالدين. ولذلك هنا الصحابي ذهب يستأذن من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل البدع مثل هذه الأحاديث لا يحبونها ولا يعيرونها اهتماما، لأنها تقف ضد ماذا؟ ضد الأفكار السيئة التي في عقولهم. لكن الحق أبلج والباطل لجلج، ودين الله واضح كالشمس في رابعة النهار. نعم.